الانكودنج تكنيكس بقى في انواع كتير. اولا نعرف يعني ايه داتا انكودنج. احنا دلوقتي لما بنبعت من سندر للريسيفر، ممكن يكون الداتا بتاعتي نوعها مختلف، السيجنال بتاعتي نوعها مختلف، او حتى مش مختلفه، بيكون البارامترز بتاعتي متغيره. فبنحتاج نعمل حبه نوع حاجه اسمها انكودنج. الانكودنج ده عبارة عن ايه؟ في 4 انواع منه. لو انا سندر ديجيتال وببعت لديجيتال، او ديجيتال انالوج، او انالوج ديجيتال، او انالوج انالوج. فاحنا المفروض ده ناخد واحدة واحدة، وكل واحدة ليها انواع كتير. تمام، هنبدأ دلوقتي بالديجيتال تو ديجيتال انكودنج. فبيقول ان احنا عندنا 3 انواع من الديجيتال تو ديجيتال انكودنج: اليوني بولور والبولور والباي بولور. اليوني هو عنده بس امبليتيود واحده، ليفل واحد، لكن البلور عنده 2 ليفلز، والباي بلور عنده 3 ليفلز. نبدا باليوني. اول حاجه هو هنا ده الطبيعي، ما فيهوش اي يعني ده اللي احنا عارفينه. لو واحد بيطلع وما بيجي عند الزيرو بينزل. احنا دلوقتي دي عندنا داتا عايزين نبعتها، في الواحد بيطلع في الجزء الهاي، والزيرو بينزل، والواحد بيطلع، وهكذا. ده اللي احنا شغالين عنده الطبيعي. بيقول لك الميكانيزم ده هو المميزات بتاعه، يعني هو سيمبل ميكانيزم، مفهوم يعني ورخيص. لكن المشكلة اللي بتقابلني اللي هو بيكونتين حاجة اسمها دي سي كومبوننت، فبالتالي ما اقدرش استخدمه مع اي ابليكيشن مش بتهندل الدي سي كومبوننت. هنا بيقول لي زي الميكرويف. تمام كده. هنا برضو بيقول لي ان هو ما بيقدرش يعمل ما بيقدرش يخرج الكلوك عشان يعمل ريسنكرونايزيشن، ما بيقدرش يعمل ملائمة ما بينه وما بينه الاثنين. وما بيشوف الزيرو بيفهم ان دي اللينك وقع مش ناحية الداتا. تاني نوع احنا في البلور دلوقتي. البلور ليه 3 انواع: نون ريتيرن تو زيرو، وريتيرن تو زيرو، والباي فيز. والنون ريتيرن تو زيرو في نوعين، فهناخدهم. ده الليفل والانفرتد بتاعه. فهنا هنبدأ بأول حاجة اللي هو النون ريتيرن تو زيرو. احنا أول واحد خدناه كان الواحد بواحد والزيرو بزيرو عادي. هنا لأ، الواحد بالواحد والزيرو للنيجاتيف، يعني بوزيتيف ونيجاتيف. تمام كده. فهنا النون ريتيرن تو زيرو ليفل، ده اول نوع. لو زيرو بيجي من نيجاتيف، ولو واحد بيبدأ يوصل للبوزيتيف. وهنا زيرو فنزل للنيجاتيف مرتين، وبعد كده طلع 3 مرات عشان الواحد. ده مفهوش اي مشاكل. الفرق ما بينه وما بين اليونيبولور اللي هو ما بينزلش، اليونيبولور ما بينزلش على النيجاتيف. وهنا بيقولك المشكلة اللي هو مش بينشور السينكرونايزيشن برضه. طب النون ريتيرن تو زيرو انفرتد، هو اللي فات، بس لما بيقابل واحد بقى بيعكس. بيقول لك لو انا عندي زيرو فانا ما عنديش تشينج. تمام كده، طلع بواحد خلاص كده تمام. يعني انا دلوقتي زيرو، فجاي على طول اول ما جه واحد عمل توجل طلع للواحد، فمن النيجاتيف طلع للبوزيتيف عشان قبله واحد. طب زيرو بيحصل لها ايه؟ نو تشينج، فهيستنى. والزيرو نو تشينج. طب اول ما قبله واحد نزل، طب قبله واحد تاني طلع، عشان ده العكس. هو مش فارق دلوقتي هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، هو بيفرق اللي هو بيتوجل. طب قبله واحد كمان فنزل. هقول تاني، احنا الزيرو بيحصل نو تشينج، والواحد لو قابلنا واحد بيحصل توجل. فانا دلوقتي جايب بزيرو، قابلني مين؟ واحد، فطلع. بعد كده قابلني زيرو فاستنى، نو تشينج، زيرو نو تشينج. اول ما قبله واحد نزل، قبله واحد كمان طلع عشان توجل، قبله واحد كمان نزل. فده النون ريتيرن تو زيرو انفرتد. يبقى احنا بنتكلم على البولور. اخدنا النون ريتيرن تو زيرو، اول واحد الليفل اللي هو نيجاتيف بوزيتيف عادي، لو زيرو نيجاتيف، لو بوزيتيف ولو واحد بوزيتيف. والانفرتد لو بيقابلني زيرو يبقى نو تشينج، ولو واحد يبقى توجل. لو هتتلخبطوا اعملوها بورقه وقلم كده ونفهم كل واحده لوحدها. طيب النوع اللي بعد كده حاجه اسمها ريتيرن تو زيرو ميكانيزم. هو اللي فات ما كانش بين ريتيرن تو زيرو. فهنا بقى ايه الفرق؟ ان احنا لو بواحد، بيبقى احنا هنشتغل في الجزء البوزيتيف، بس بنستنى الزيرو ترانزيشن. يعني مش بنعمل ترانزيشن على طول، بنستنى نص البيت انترفال وبعد كده بننزل عليها. طيب الزيرو هو برضو نيجاتيف، بس
بنستنى اول نص بت بت انترفال ويعمل توجل يروح للزيرو على طول. فايه الفرق ما بينها وما بين اللي قبليها؟ النون ريتيرن زيرو والريتيرن زيرو، كان النون ريتيرن كان كلها زيرو يا اما كلها واحد، صح كده؟ لكن ده بيخليها نصها زيرو واول ما يجي يطلع نصها نيجاتيف واول ما يجي يطلع للزيرو. فاحنا هنا ايه، كان هقول تاني النون ريتيرن زيرو كان يا نيجاتيف يا نيجاتيف يا بوزيتيف كلها. لا دلوقتي هيبقى نصها نيجاتيف وزيرو يا اما نصها بوزيتيف وزيرو برضه. فهنا لو جالي زيرو هيبقى نصها نيجاتيف وزيرو. طب لو واحد هيبقى نصها بوزيتيف وزيرو، تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي هنا جالنا زيرو خلاص نصها زيرو وبعد كده نيجاتيف واحد واحد وزيرو نصها، جالنا زيرو زيرو ونيجاتيف وبعد كده زيرو نيجاتيف وزيرو نيجاتيف، تمام كده؟ المانشستر بقى دلوقتي كان احنا قلنا ان الريتيرن زيرو كان كلها يا بوزيتيف يا اما نيجاتيف. ان الريتيرن زيرو يبقى نص زيرو ونص نيجاتيف يا اما نص بوزيتيف ونص زيرو. هنا بيستنى الزيرو يعني اللي هو بيقف بينفذ نصها وبيستنى النص التاني يبقى زيرو يستناه. لكن هنا بقى المانشستر لا، اول ما بيجي له 1 بيدي نيجاتيف لبوزيتيف، بيبقى من اول نيجاتيف بيروح للبوزيتيف، ولو الزيرو بتبقى بتبدأ من البوزيتيف تنزل للنيجاتيف. انا عارف اللي هي التوه بس لازم ناخدها بورق وقلم. هنا بنتكلم على مانشستر تاني، احنا قلنا ان نون ريتيرن زيرو يا بوزيتيف يا نيجاتيف خلاص كده. ان الريتيرن زيرو كان بيبقى نصها لو هي زيرو نصها نيجاتيف وبتستنى بقيتها عند الزيرو، وبعد كده لو جالها واحد بتبقى واحد وبتستنى بقيتها عند الزيرو. هنا لا، الواحد بيبدأ من نيجاتيف يخلص عند فين؟ البوزيتيف. الزيرو بيبدأ من البوزيتيف ويخلص عند النيجاتيف، تمام كده؟ الديفرنشال مانشستر بقى احنا ايه الفرق؟ كان المانشستر كان بي 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 بيعمل ترانزيشن في الميدل، بيستنى من الميدل وبيعمل ترانزيشن. هنا لا، الزيرو بيعمل ترانزيشن اول ما يبدأ على طول في البيجيننج، ولو واحد ما بيحصلوش اي ترانزيشن. يبقى تاني في المانشستر بيبقى الزيرو من البوزيتيف للنيجاتيف من الميدل انترفال، من الميدل بيبدأ من الميدل. لكن هنا لو زيرو بيبدأ من الاول خالص، هو هتلاقيه اول ما زيرو فنزل على طول، لكن هنا بدأ من النص. فهي دي الفرق بس. وال1 ما بيحصلوش اي ترانزيشن زي اللي فوق من الميدل على طول، تمام كده؟ يبقى الفرق ما بين المانشستر والديفرنشال مانشستر ان الواحد هنا من نيجاتيف لبوزيتيف في الميدل، ومن الزيرو من البوزيتيف للنيجاتيف في الميدل برضو، لكن هنا من البيجيننج في الزيرو اول ما بيبدأ على طول بيعمل ترانزيشن، لكن الواحد بيبقى عادي زي المانشستر اللي فوق، تمام كده. في الديجيتال تو ديجيتال انكودنج احنا دلوقتي نلخص سريعا كده، احنا كنا بنتكلم على الانكودنج. الانكودنج كان ليه 4 انواع، ديجيتال تو ديجيتال وكذا انواع تاني. فكنا بنتكلم على اول نوع، واول نوع كان بيقول لك في انواع كتير، في البلور واليوني بلور والباي بلور. خدنا اول 2 يعتبر كده، يوني بلور ده الطبيعي اللي هو يا 1 يا 0. بعد كده خدنا اللي هو نون ريتيرن 0 وفهمنا الفرق وراجعوه، والريتيرن 0. ودلوقتي المفروض ناخد الباي فيز والريتيرن 0. فقبل ما ناخد طيب الباي فيز احنا محتاجين نفهم حبه كونسبت كده. بيقول لك ايه هو البيت ريت؟ البيت ريت هو عدد البيتس اللي انا برسلها في الثانيه الواحده. طب ايه البود ريت؟ البود ريت هو اكبر عدد للسيجنال بولس في الثانيه الواحده. يعني ايه البولس؟ يعني اللي هو النبضه بيبقى اللي هي الطلعه والنازله، فهي دي اللي هي الكلوك دي، هي دي البود ريت. اكبر عدد للبولس في الثانيه الواحده هي دي البود ريت. فبيقول لك بقى ايه الريليشن اللي بتجمعني ما بين البود ريت والبت ريت؟ فبيقول لك ان الريت البت ريت بيساوي البود ريت في عدد البت اللي انا بقدمها في كل سيجنال يونت، تمام كده؟ يعني انا عندي البت ريت عدد اللي انا هرسله هو عدد سيجنال بولسز في كل يونت فيها قد ايه بت، تمام كده؟ هنا بقى في الباي بلور في 3 انواع، في نوع اسمه ال ام اي، وفي البي 8 زد اس، وفي ال اتش دي بي 3.
هما سهلين ان شاء الله. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان الزيرو عادي هي هتبقى في الزيرو عادي، لكن لو الواحد يبقى ايه؟ هتبقى الواحد عندها احتمالين، يا اما تبقى بوزيتيف يا اما تبقى نيجاتيف. طب ده على اساس ايه؟ على اساس اللي قبليه، لو انا اللي قبليه نيجاتيف يبقى اللي بعديه بوزيتيف وهكذا، يعني ما ينفعش اتنين بوزيتيف ورا بعض او اتنين نيجاتيف ورا بعض. فانا دلوقتي ايه؟ زيرو واحد، فالواحد طلع في البوزيتيف، بعد كده نزل على زيرو زيرو، جالي واحد، الواحد بقى هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اشوف اخر واحد كان ايه؟ كان ايه؟ كان بوزيتيف، فدلوقتي هنزل نيجاتيف. طب جالي واحد يبقى بوزيتيف، جالي واحد يبقى نيجاتيف، زيرو في الزيرو عادي. تمام كده؟ هي دي الـ AMI، ان الزيرو بيبقى في الزيرو طبيعي، لكن الواحد بتحتمل يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. نيجاتيف امتى؟ لو اللي قبليه بوزيتيف، وبوزيتيف امتى؟ لو اللي قبليه نيجاتيف. تمام كده؟ مميزاته ان هو مفيش، مش بيستخدم الدي سي كومبوننت، فهو احسن في من اليونيفولور اللي احنا قلنا عليه، اللي هو ما بيقدرش نستخدمه في في المايكرويف، بس ستيل ان هو مشكلته مش بيعمل سينكرونايزيشن. تمام كده. النوع التاني حاجه اسمها بي بلور 80 سبستيتيوشن بي زد بي 8 زد اس. دي كلها الفكره في ايه؟ ان انا دلوقتي لو انا جاي لي سيجنال بالصدفة كده جاي لي أكتر من 8 زيروز ورا بعض، فده بيقول لك إيه؟ إن إحنا بنعمل له إنكودنج إزاي؟ بيقول لك على حسب، في طريقتين. لو أنا دلوقتي عندي 8 زيروز، لو اللي قبلية لو الواحد اللي قبلية بوزيتيف يبقى أنا هعمل حاجة، ولو اللي قبلية نيجاتيف هعمل حاجة. هقول تاني، أنا دلوقتي عندي إيه؟ 8 8 زيروهات، أنا مش عايز أمثلهم 8 زيروهات، لأ انا هقول هنعمل لهم انكودنج بالبي 8 زد اس. تمام كده؟ فببدا اشوف ايه اللي قبليه، اللي قبل الثمانيه دول كان بوزيتيف ولا كان نيجاتيف. والله لو بوزيتيف يبقى انا هعمل ايه؟ هخليني بوزيتيف، وبعد كده هعدي ثلاث زيروهات امثلهم ثلاث زيروهات تاني، وفي الزيرو الرابع هطلع بوزيتيف، وبعد كده اللي بعديه نيجاتيف، وبعد كده هطلع للزيرو على طول، بعد كده نيجاتيف بوزيتيف. دي حفظ مش اكتر. طب لو سالب يبقى ثلاث زيروهات عادي، وسالب موجب زيرو موجب سالب، فدي باترن حفظ. احنا لو هنا مثلا همثلها، فانا دلوقتي انا دول انا اعتبرهم مثلا 8 زيروز، ودي قبلية موجب، فهسيب ثلاث زيروهات. تمام؟ وهنزل كده، وبعد كده اطلع وامثل اللي عليا، وامثل اللي انا حافظهم دول. فهنقول تاني البي 8 زد اس، هو انا عندي بمثل لو انا عندي مشكله في 8 زيروز، فبشوف ايه اللي قبليهم موجب ولا سالب، ولو سالب بسيب 3 زيروهات امثلهم بزيروز، وبعد كده سالب موجب زيرو موجب سالب، والعكس لو قبليه موجب بنقلب الاشاره، بدل هي سالب موجب فهتبقى موجب سالب، وبدل هنا موجب سالب هتبقى سالب موجب. بس كده. طيب النوع الاخير هنا بقى ل اتش دي بي 3، هي البي 8 زد اس، بس بدل ما اشتغلنا على 8 بت زيروز هنشتغل على 4 بت زيروز. فاحنا هناك كنا بنشوف اللي قبلينا بوزيتيف ولا نيجاتيف، بس كان عامل واحد فاكتور واحد، لا احنا عندنا هنا اتنين، بنشوف هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، وبنشوف عدد الوانز اللي قبليه هي اود ولا ايفين. انا عارف اللي هي توهه كبيره، بس لو بورقه وقلم هي سهله جدا. فانا دلوقتي لو اود هشوف بقى هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، ولو ايفن هشوف هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. طب احنا لو لقينا عدد الوانز اللي قبليه اود، فببدا اشوف هي لو بوزيتيف، لو اللي قبل الزيروز بوزيتيف، فانا بعمل ايه؟ بسيب ثلاث زيروهات واخر زيرو بطلعه بالبوزيتيف. طب لو الاخر نيجاتيف برضه بسيب ثلاث زيروهات واطلع اللي قبليه الاخير، انزل الاخير نيجاتيف. طب انا لو عدد الوانز اللي قبليه دول ايفن هعمل ايه؟ والله انا لو ايفن يبقى انا عندي احتمالين تانيين، لو اللي قبليه بوزيتيف فانا بعمل ايه؟ اول زيرو بنزله نيجاتيف، وبعد كده بحافظ على الزيروين اللي بعديهم، وبعد كده في الاخر نيجاتيف. طب لو نيجاتيف، لو اللي قبليه نيجاتيف بعمل العكس، بنزل بطلع اول زيرو بوزيتيف، وبعد كده بحافظ على الاثنين اللي باقيين، وفي الاخر بطلع واحد. تمام؟ يبقى هنقول تاني المشكله في ايه؟ مشكله لو انا عندي 4 بت زيروز ورا بعض، فانا بشوف اللي قبليه نيجاتيف ولا بوزيتيف، وعدد الوانز ايفن ولا اود. فانا بشوف لو اود يبقى هشتغل على هنا، ولو ايفن هشتغل على هنا. طب لو ايفن بشوف بوزيتيف ولا نيجاتيف،
وبعدين ده اللي عندي وده اللي المفروض يحصل، تمام كده؟ ده اللي عندي وده اللي المفروض يحصل، تمام كده؟ هي لو ورق وقلم ملخص كل حاجة كل طريقة هتبقى لذيذة إن شاء الله. النوع التاني من الانكودينج، احنا اتكلمنا على الديجيتال تو ديجيتال انكودينج، دلوقتي هنتكلم على الديجيتال تو انالوج. الديجيتال تو انالوج، انالوج في 3 انواع، الاي اس كي بالامبليتيود، والاف اس كي بالفريكوانسي، والبي اس كي بنقدر من خلاله اللي احنا نعدل في الكاركترستكس بتاعتهم، يعني بالفيز ولا بالفريكوانسي ولا الامبليتيود، وبنعمل شيفت ليهم. فهنا بيتكلم على الاي اس كي، الاي اس كي هو الامبليتيود شيفت كينج. هو بيعمل ايه؟ هو بيقعد احنا عارفين ان في بيعمل values، بيبقى كل wave بيبقى ليها الامبليتيود الخاص بيها، بيبقى different amplitude، فبيعمل لها shifting. فبيقول لك ان البيت ريت هنا بيساوي البود ريت، هو هنا في ال ASK وكمان ال FSK. فهنا بيتكلمنا بقى عن القوانين. هي القوانين دي ال FC اللي هي الفريكوانسي يعني، فهو بيدينا الباندويتس، بيقول لنا اللي هو ال FC على ال N اللي هو البود ريت على الاتنين، ده قانون مش اكتر، فهتخلينا بيساوي البيت ريت، هو ما عليهاش مسائل فما نشغلش نفسنا بيها. احنا نفهم بس اللي هو الاي اس كي بيشتغل بالديفرنت امبليتيود مش اكتر، ولو تحفظوا ماشي الفورمولا، بس ما اعتقدش اللي هتيجي. هي مشكلته اللي هو ان افيشنت، وكمان ما بنقدرش لو في نويز كتير ما بيبقاش كويسه معايا. الاف اس كي بدل ما بيشتغل بقى على الامبليتيود بيشتغل على الفريكوانسي والفيز والامبليتيود، ساعتها بقى بتبقى كونستانت. هو هناك كان بيسيب الفريكوانسي والفيز كونستانت وبيغير الامبليتيود عشان بيعمل انكودينج بالامبليتيود، هنا العكس، بيغير الفريكوانسي وبيثبت الامبليتيود والفيز، وهنا برضو البيت ريت بتساوي البود ريت. تمام كده، ونفس الفورمولا بتاعت الباندويتس. فهنا طالما بيشتغل بالفريكوانسي، فهو بيقول لك ال FC1 عشان الفريكوانسي متغيرة، فال FC1 ناقص ال FC0 زائد ال N بود ريت. تمام، ده كان ال Digital to Analog Encoding. ال Analog بقى to Digital، ال Analog to Digital بنعمل لهم حاجة اسمها Modulation. Modulation دي يعني ايه؟ يعني احنا بنجيب الويف بتاعتنا اللي هي السيجنال بتاعتها الانالوج، بندخلها في حاجه اسمها البام اللي هي بالس امبليتيود موديليشن، بتخرجها لي ديجيتال. عباره عن ايه؟ ان هي بتاخد الانالوج انفورميشن بتاعتها، بتعمل لها سامبلينج، وبتجنريت حبه بالسز كده، كل واحد بتدي ديسكريت فاليو. فهنا بتقول لك ان السامبلينج دي هي عباره عن ان احنا بنقيس الامبليتيود للسيجنال في كل الانترفالز بتاعت. مش بس هنا خلاص كده يعني، مش خلصت بس كده، مجرد ما احنا خدنا ديسكريت فاليو بقى بندخل في مرحله تانية، وبعد ما بيخرج بنكمل عليها البالس كود موديليشن، بنعمل لها كوانتيزيشن، وبعد كده الاوتبوت اللي بيطلع بنعمل له باينري كود، بنمثله باينري كود، وبعد كده بيدخل بقى على ديجيتال تو ديجيتال انكودنج. احنا خلصنا الانالوج تو ديجيتال، بعد كده بقى بعد ما بنهيئه بنحوله من ديجيتال للديجيتال، الريسيفر هو اللي يفهم بس كده. فبنهتم بقى ان احنا نعرف ايه هو الموديوليشن ريت، ان انا بعمل ريت ازاي على حسب بقى احنا شغالين. ده كان هو هنا بيمثلها على ان ار زد، لو احنا فاكرين في الديجيتال تو ديجيتال انكودنج، بعد ما خلصنا الحوار ده اللي هو من انالوج للديجيتال، بنرجع بقى للديجيتال تو ديجيتال اللي احنا خدناه في اول الفيديو، اللي هو ايه؟ يا اما مانشستر يا اما ديفرنشال مانشستر، ولا نان زيرو، ولا ولا الزيرو انفرتد. فكل واحد بيبقى ليه موديليشن ريت خاص بيه.